المنتخب المغربي إذن سيواجه غانا في مباراة الافتتاح. بالنظر إلى ما يمتلكه المنتخب المغربي الآن وبالنظر إلى خصومه، هل حان الوقت لتتويج المغرب بهذا اللقب أم ليس حان؟ يعني كما قال أمين يدخل والله في كل مرة والله مرشح للذهاب بعيدا لكن لا يتوج. والله أنا أتفق مع أمين وأتفق مع الجمهور المغربي، كل الجمهور المغربي كله كان متحد على شيء ومتحد على ومتفق على هذا الشيء، أنه يأس من هذا السقوط أمام الفرق الصغير، من هذا النكسات، من هذا النكسات، نكسات كل تظاهرة ويبدأها المنتخب المغربي، وإلا هو مرشح رقم واحد أو مرشح بين المرشحين الكبار يفوز بأي تظاهر، ولكن كثرة الإخفاقات التي أتت متتالية وأخيرا في بطولة دوري أمم أفريقيا الماضي عندما خرج من دوري التمن وشفنا الطريقة التي خرج منها، كل مرة فهو يخفق وهذه الإخفاقات بدأت تزرع عدم الارتياح في قلوب المحبين المغاربة، لكن أظن معهم حق. لماذا؟ لأن إذا رأينا حجم الإمكانيات المتوفرة لهذا المنتخب، الدعم اللوجستيكي، الدعم المادي، الدعم الجماهيري، الدعم الإعلامي، الدعم من الفرق الأوروبية التي تفرخ لاعبين مواهب مغاربة ويستفيد منهم المنتخب المغربي، أظن بأن الآن حان الوقت لكي يظهر بظهور مشرف المنتخب المغربي في هذه البطولة ويكون أكثر شراسة. هذا لأن ما ينتظر منه الجماهير المغربية أن يكون هناك شراسة، يكون هناك حب للقميص، هناك دفاع على القميص كثر قبل ما تكون هناك. ممكن تخسر بالنتيجة، ممكن تخسر بدون نتيجة يعني أو بدون أداء، لكن تلك الشراسة وتلك الإرادة الجمهور المغربي لا يغفر، الجمهور المغربي ينتظر الدفاع على هذا القميص.